وكذلك ما تغنت به فيروز زوروني كل سنة مرة، بعد أن لحنها محمود درويش ناقلا إياها من ملا عثمان وغيرها من خالدات القصائد، بعد أن جردت من الكلمات وتمسك الناقلون بروح الموسيقى الصوفية. كل أو أغلب الألحان التي غنيت في ملا عثمان الوصولي هي بالأصل دينية، وتم تحويل أو تحوير كلماتها إلى أن تصبح أغاني وجدانية وعاطفية. شخصية مهمة جدا في العراق اسمها عثمان الموصولي، وكان من أهم المنشدين، وهو كان شخص عالم دين كبير، ومجموعة من الألحان الكبيرة اللي قام بوضعها هي لأناشيد دينية. في ذلك الوقت كان هو صديق لكثير من الموسيقيين في بلاد الشام وفي مصر، وكان هناك الأعمال متشابهة لحنياً ذهبت إلى مصر وذهبت إلى الشام وذهبت أيضاً إلى مناطق بعيدة في الهند، وأخذت وغنيت هذه الأغاني وأصبحت مشهورة، مثل بنت الشلبية، مثل زوروني كل سنة مرة، أو طالعة من بيت أبوها، وكثير من الأغنيات. ابن سيد درويش أخذ هذه، علق على هذه الأغنية، قال جاء والدي من حلب وفي جعبته زوروني، لأنه هو كان يتردد الملا عثمان على حلب، وكانت ماكو لا حدود ولا جواز سفر ولا فيزا، فأخذ يعني غير أيضا الكلام مالها، هي تزور قبر النبي مرة، هو صح سواها زوروني كل سنة مرة. طبعاً ماكو حقوق نشر ولا أكو حقوق يعني الفكرية في ذلك الوقت، فلذلك اشتهرت هذه الأغنية. كلني ترنم يلنا السفرمن وجلن يلن تبراغني أيدي بترمن أبا في ذهو